تلاحق أزمات القطاع العقاري الاقتصاد الإسرائيلي بعد تدهور نشاط القطاع بخمسين في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة النقص الحاد والمستمر في العمالة، الأمر الذي انعكس سلباً على الناتج المحلي الإجمالي لدولة الاحتلال بواقع 3% خلال المدة بين أكتوبر وديسمبر الماضيين. وأدى انخفاض النشاط العقاري الذي يستهلك مواد أولية ومنتجات بناء من العديد من الصناعات في إسرائيل إلى تراجع نشاط الصناعة في الربع الأخير بنحو 4 مليارات دولار. ويعاني قطاع البناء في إسرائيل من نقص عمالة بواقع 140,000 عامل وسط بطء في عمليات جلب عمالة أجنبية غير فلسطينية، وذلك عقب طرد نحو 90,000 عامل فلسطيني من قطاع العقارات من إسرائيل وترك قرابة 30,000 عامل تايلاندي أعمالهم إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ويمر سوق العقارات في إسرائيل بأصعب وضع في تاريخه، إذ تدهورت مبيعات العقارات في إسرائيل خلال العام الماضي مدفوعة بتبعات الحرب على غزة، ليسجل إجمالي هذه المبيعات 70,000 شقة فقط، مسجلة أسوأ معدل لها منذ 30 عاما. كما هوى حجم القروض العقارية في إسرائيل العام الماضي بنحو 40% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى معدل له منذ عام 2019 عند 19 مليار و400 مليون دولار. ودفع نقص العمالة في قطاع العقارات أصحاب الأعمال إلى زيادة الرواتب بنحو 50% والتنافس داخلياً لجذب العمال حفاظاً على ما تبقى من أنشطة والحيلولة دون انهيار الشركات وإفلاسها.